متابعي قناتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. قررت أن أقدم نوع جديد مع الفيديوهات التي أقدمها، وهي مشاركة أشياء أشتريها من سوق الخردة وأقوم بإصلاحها وأيضا مراجعتها وتجربتها. والجهاز الذي معنا اليوم هو عبارة عن جهاز لنفخ عجلات السيارات. كما تلاحظون فالجهاز في حالة سيئة جدا، وأيضا يفتقد للسلكين الخاصين بالتغذية والأنبوب الخاص بنقل الهواء إلى العجلات. كل هذه الأمور سوف نقوم بتعويضها، لكن أولا علينا أن نقوم بتفكيك الجهاز ثم نرى ما إن كان الجهاز شغال أم لا. تلاحظون فهذا شكل الجهاز من الداخل، هنا سلكين خاصين بتغذية هذا المحرك، بالإضافة إلى هذه المضخة التي يتم تدويرها من خلال المحرك. وأخيرا لدينا هذه المروحة الصغيرة هي الخاصة بتبريد المحرك. صراحة لا أمتلك واحدة الآن، سوف أقوم بتعويضها لاحقا. أول شيء سوف نقوم به هو تجربة تزويد هذا المحرك ب 12 فولت لنرى هل هو شغال أم لا. وما لاحظته هو أنه رغم اشتغال المحرك المضخة لا تخرج لنا أي هواء، لذلك سوف نقوم بتفكيك كل هذه القطع ونرى ما يوجد بداخل هذه المضخة. لكن أولا قمت بتنظيف الهيكل بشكل جيد، والآن نأتي للمضخة لنرى ما السبب الذي يجعلها عاجزة عن إخراج الريح. إذا بعد تفكيك مضخة الريح تبين لي أن شنابر الضغط الخاصة بالكابس غير مركبة بمكانها الصحيح، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم اشتغال المضخة وعدم إخراج المضخة أي ريح. عموما أظن أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتركيب الشنابر. الآن أحضرت بطارية 12 فولت لأقوم بالتجريب. طبعا هنا تكون سويتش، سوف أقوم بتركيبها مباشرة هنا، يعني ربط هذين السلكين.
التي لاحظ هذه هي الطريقة الصحيحة للربط. صوت المحرك تغير والمضخة تعمل بشكل جيد. كل ما علينا الآن هو جمع الجهاز.